توقعاتك للماتش النهارده ايه؟ برضه زي ما توقعنا، المباراة مش يعني مباراة مش سهلة، مباراة في آخر لن تحسم إلا في الفترات النهاية. الأخيرة. كابتن عماد، زي ما قلنا قبل كده 5-5 والماتش في الملعب، وربنا يوفق نبدا يعني يكون ان شاء الله بدايه الصبق للاهلي ان شاء الله. اهم حاجه البدايه كمان، البدايه تكون قويه ان شاء الله.